السلام عليكم. دلوقتي لو انا عايز ارسم حيطة بس الحيطة تكون جنب من جوانب فيه ميل، اجي دلوقتي اقول له انا عايز ارسم حيطة. تمام. طيب انا جيت رسمت قال لي مفيش حيطة موجودة، معنى كده كروب فيو، اشيل العلامة تبدأ تظهر معايا الحيطة زي ما انت شايفين. طيب الحيطة دي قد ايه؟ معمولة 2200. طيب انا ممكن اقول له انكونكت، تمام، واقول له خلي دي مثلا 4 متر مثلا. تمام. طيب اقول له هنا انا عايز ادخل في الايديت تايب، واقول له ايديت، واجي هنا اخليها تبقى سيكشن بالشكل دوت، واقول له سويب، واقول له انا عايز ازود سويب. سويب عباره عن 2 دي بيمشي زي ما انا عايز. انا عامل هنا المثلث بس القاعده بتاعته صغيره، اقول له حمل لي دي مثلا اللي هي ال 4 متر. تمام. هنا هيرسمني من تحت، يعني هيبدا يرسم مثلث من تحت، اقول له ارسمها لي من التوب. تمام. وتشوف بقى السايد الاوفسيت لو انت مثلا عايز يبعد مسافه معينه. تمام. حسب الاتجاه بتاعه. طيب هقول له ابلاي، هتلاقي المثلث اهو بقى بالشكل ده. تمام. انت الحته بتاعتك قد ايه حسب ارتفاع الحته. تمام. هو عامل السيمبل هنا على 6 متر، وانا عامل المثلث اللي هو دوت ده كان 4 متر. اوكي. طيب هتلاحظ ان في تمت الاضافه، هتبان معاك الموضوع ده في سيكشن او في 3D. بص بقى بالشكل دوت، دي الحيطه الرئيسيه، وفي مثلث موجود اهوت، فالحيطه باينه كأن في ميل.